السلام عليكم، الله يصبحكم بالرضا والعافية. أمس السواق الساعة 9 بالتمام اللي يتصل، واليوم الساعة 10 إلا ربع إلى الآن ما وصل. السائق الخاص له ميزات كثيرة بالسفر، وأنا أفضله بصراحة على تطبيقات أوبر وكريم، ولا مع أنه مكلف أكثر منهم، لكن من عيوبه أنه زي كذا إذا تأخر يخرب جدولك كامل. وصل السواق والآن طالعين إلى مرتفعات جنتينج أو التلفريك في موضوع مهم عن ماليزيا، حاولت أختصر فيه قدر المستطاع. ماليزيا حالة فريدة ومتميزة، ليس فقط لأنها نجحت في موضوع التنمية، ولكن بسبب تغلبها على المصاعب والتحديات التي واجهتها. ماليزيا إمكانياتها محدودة، ما عندها احتياطات نفطية ضخمة مثل دول الخليج، ولا عندها طاقات بشرية كبيرة مثل مصر وإندونيسيا، ولا ملايين الفدانات الصالحة للزراعة مثل السودان، ولا عندها مساحة كبيرة مثل الجزائر. بل اجتمع بماليزيا عدة عوامل، أي عامل منها يكفي أن يكون حجة للتكاسل وعدم العمل، فضلا عن منافسة الدول المتقدمة. كانت مستعمرة برتغالية، ثم أتى الاستعمار الهولندي، ثم البريطاني، ثم الاستعمار الياباني، ثم عاد الاستعمار البريطاني مرة أخرى. بالإضافة إلى معاناتها مرارة الاستعمار، عندها مشكلة التنوع العرقي والديني، ف60% سكان أصليين و40% هنود وصينيين، وكذلك 60% مسلمين و40% ما بين بوذيين وهندوس ونصارى. وبعد أن استقلت هذه الدولة الصغيرة المكونة من 13 ولاية، كانت تعاني الفقر الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أكثر من نصف الشعب يعاني الفقر. ما كان عندها صادرات إلا القصدير والمطاط، وقليل من السكان يمتهن الصيد والزراعة. هذا حال البلاد التي تعرضت للاحتلال، فالاحتلال يسعى إلى نشر الجهل والتخلف حتى يضمن استقراره وقيادة فريسته. وبعد حصول ماليزيا على الاستقلال، ركزت اهتمامها الأول على التعليم الذي هو أساس كل نهضة، فجعل التعليم الأساسي مجانا، وأنشأت مؤسسات خاصة لتدريب وتأهيل المعلمين. وكذلك ركزت ماليزيا على التصنيع المحلي للسلع التي يتم استيرادها من الخارج. ثم أصدروا قانون لجذب الاستثمارات الخارجية بهدف زيادة القاعدة الصناعية، وبالفعل توسعت الصناعات عندهم حتى أصبحت ماليزيا من الدول المصدرة. كذلك فتحوا الاستثمارات الأجنبية في الإلكترونيات والنسيج، ونتيجة هذه الخطوات الجبارة إليكم النتائج. في ماليزيا الصادرات المصنعة عالية التقنية والتكنولوجيا تفوق صادرات ألمانيا، ونسبة البطالة في ماليزيا أقل من فرنسا وألمانيا. وعلى صعيد التعليم، اقتربت ماليزيا من القضاء على الأمية خاصة عند الإناث. الإنجازات كثيرة، لكن هذا جزء منها، فأصبحت الأرض الماليزية جاهزة ومهدة للحاق بالدول المتقدمة. فأتاها القائد الطموح مهاتير محمد، صانع المعجزة الماليزية الذي سوف أتكلم عنها لاحقا، لكن أؤكد أن هذه تجربة اقتصادية بحتة. قرية هادية وصغيرة، ما هي كبيرة، تقريبا أغلبها جلسات وكافيهات. القرية الفرنسية، والآن طالعين القرية اليابانية مع التوصيل بهذا الباص ب16 رنجت. وصلنا القرية اليابانية، لكن الدرج الله يستر، بعد هذا الدرج بالها غدوة كبسة ما ينفع غداهم. في كل دولة في أماكن سياحية مستهلكة، وفي أماكن أجمل منها لكنها غير معروفة.
هذه من زرع الفراولة، تقدر تأخذ صندوق وتقطف وبعد ذلك يوزنون لك أو تشتري جاهز. ولا أعلم ما في نفسك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.